ونستكمل ليلتنا مع الشاعر اسلام حسن. اتفضل. أولا أنا سعيد أن أكون بينكم ولو لأول مرة. إن شاء الله ما فيش شيء. بالنسبة للموضوع الأولاني أتكلم فيه الدكتور في الأديسن موضوع المخدرات والإدمان والكلام ده. أنا كنت كاتب قصيدة في منتهى الجمال يعني. بتقول إيه؟ ودي اللي كسبت المبلغ الأول على المستوى الدولي. بتروح الدخان خوفا من الرحمن كان فيه من اضرار تضر بالانسان يسبسب المهالك وينشر الاسقام. اتركوا الدخان واستبدلوه بسواك ينظف الاسنان او مصحف في الجيب يحوي ذكر الله وكل ذلك يرضي رب السماء وكل ذلك يرضي رب السماء وكل ذلك خير من ذلك الداء ذلك الداء المضال ذلك المخالف. أما البستان الذي مع الأنبياء أهديه لحضراتكم ولأول مرة أبدأ قصيدتي رد على من يتهموننا بالتخلف والإعاقة وعدم القدرة. هذه القصيدة أعتبرها دل القصائد أنا فيها لكلمة الإعاقة برغم الإعاقة. وهذه حصلت على تكريم كبير جدا. بلغ الأربع مرات. برغم كلمة معاق. برغم كلمة معاق. كلنا أهل للإبداع. كلنا نبدع بكل أشكال الحياة. كلنا نرسم بألوان الحياة. بكل العزم نتحدى ونتخطى الصعاب. برغم كلمة المعاق. برغم الإعاقة نحن مبدعون. برغم الإعاقة نحن مبدعون. مبدعون في شتى أشكال الفنون. كلنا أهل النجاح. كلنا أهل الكفاح. كلنا أهل التحدي. كلنا نبدع أحلى الأشكال بجميع ألوان الفنون. قسما بالله خالق الكون وبحق من قال للشيء قل فيكون. كلنا مبدعون بكل اشكال والوان الفنون.